البداية طبعا كانت مع والدي كابتن عادل المغاوري، كابتن نادي الزمالك ومنتخب مصر فولي بول. هو طبعا كان بيدرب فرق كتير جدا، نادي الشمس، نادي الزمالك، فكنا يعني زي اي طفلة بروح معاه وكده واتمرن معاه. كان عندي تقريبا 5 سنين، فأما بدأت يعني اكبر وكده شوية بشوية هو اللي وجهني ان انا انتقل للنادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي معروف بالبطولات و بالنسبه لقطاع الانسات فيه يعني، فهو اللي وجهني وقال لي لا النادي الاهلي مستقبل كويس. فرحت بدات في النادي الاهلي وانا تقريبا كان عندي 8 سنين، وكان بدايه مشواري كانت مع كابتن محمد شاهين وكابتن احمد سمير، كانت من اجمل مراحل حياتي. فانا كنت الحمد لله يعني كنت ساعتها كابتن الفرقه وكنت الليدر، فكنت حابة قوي الراوند ده، وكنت حابة قوي ان انا البداية بتاعتي تبقى قوية الحمد لله. والظهور نفسه في الاول كان تحت قيادة كابتن رؤوف عبد القادر. كابتن رؤوف طبعا ليه تاريخ كبير جدا جدا معايا. النادي الاهلي طبعا هو بيتي التاني، واعتقد ان النادي الاهلي بالنسبة لاي لاعب او لاعبة هو بيته التاني، لان احنا تقريبا معظم وقتنا كله بنقضيه في النادي الاهلي وأسرتنا كمان، المدربين وأولياء الأمور وحبنا طبعا للجماهير واحترامنا كل الاحترام للمدربين والجماهير وكل الناس الموجودة. بس فعلاقتنا أكيد علاقة قوية جدا. الواحد بيقول بيقضي كل وقته وكل حياته في تعتبر في النادي يعني، فهي دي العلاقة، علاقة الحمد لله قوية جدا يعني. طبعا أنا كنت الحمد لله منذ الصغر يعني صعدت الدرجة الأولى وأنا في عمر 14 سنة، ودايما كنت بلعب بالمراحل الأكبر مني 14 17 درجة أولى. فعصرت طبعا كابتن تاني توسن، هي كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر، هي أسطورة الكرة الطايرة. فطبعا لما الواحد يلعب جنب قيمة وقامة يعني زي كابتن تهاني فبيبقى ممكن مقلق شوية، بس هي كانت الدعم لينا الاكبر وفي الملعب جوه الملعب وبره الملعب. اكتر طبعا اكتر موقف هي يعني مؤثر فيا معايا لحد دلوقتي بالنسبه لها، انها كانت سبورت ليا جدا في بطوله افريقيا، كانت بتتلعب في النادي الاهلي هنا، كان نهائي بطوله افريقيا، وكنت انا كنت قلقانه شويه ومضطربه، بس هي كانت الدعم ليا ويعني قالت لي العبي باسلوبك وقوتك واحنا واثقين فيكي. فالحمد لله يعني زي ما تقولي روحي المعنويه ارتفعت كده، والحمد لله كنت سبب من اسباب الفوز يعني الحمد لله. هنتكلم على البطولات، فهي البطولات كثيره جدا الحمد لله، بطولات عربيه كتير جدا، بطولات افريقيه، وفي كمان بطوله العالم وبطوله كاس العالم كانت في اليابان، وانا حصلت على كاس احسن ارسال في البطوله الافريقيه، وكاس احسن ضارب، وكاس احسن لاعبه في قطاع الناشئين. بس اعتقد يعني مش هقدر اعد قوي، بس هما يعني الحمد لله اعتقد يعني كريدت عالي قوي بالنسبه للبطولات وكده الحمد لله. أصعب بطولة كانت البطولة الأفريقية هنا، كانت في النادي الأهلي، كان عندي 15 سنة وكنت متصعدة مع الدرجة الأولى وكده، وكان نهائي بطولة أفريقيا ما بين النادي الأهلي والأنابيب الكيني. الحمد لله يعني كان ليا أثر فيها كويس قوي، وساعتها كنت مرشحة في سن صغير إن أنا آخد كأس أحسن إرسال في أفريقيا، بس الحمد لله يعني كنت سبورت والارسالات بتاعتي في اخر اربع بوينت في الجيم يعني هي اللي خلصت البطوله، ومن هنا بدات الناس تعرفني يعني وكده، فكانت نقطه انتقال بالنسبه لي يعني. بصراحه بحب جماهير النادي الاهلي لرقيها واخلاقها في كل المجالات وكل الالعاب، بنصحهم طبعا ان هم يفضلوا داعمين الى النادي الاهلي في كل الالعاب ورا كل اللعيبه، علشان خاطر دي الثقافه اللي احنا متعودين عليها من الجماهير، ودايما يعني حابين نظهر دايما بصوره مشرفه وسط اي نادي، معروفين ومعروف جماهير النادي الاهلي على طول بالاخلاق والحب للنادي يعني.